ناقش بايدن وهاريس ونتنياهو امبارح باتصال هاتفي خلافاتهم حول الرد الإسرائيلي على إيران. في ثلاث احتمالات للرد. الخيار الأول ضرب برنامج إيران النووي. عرض نتنياهو الاتفاق النووي من أيام أوباما ومعتبر أنه هيدي فرصته لضرب المفاعلات النووية الإيرانية. بس الإدارة الأمريكية عندها رأي تاني. ما في ثقة بقدرة إسرائيل على القضاء على كل القدرات النووية الإيرانية، وفي خوف من الإشعاعات اللي ممكن تنتج عن الهجوم. كمان بهالحالة ما رح يبقى لإيران شي تخسره، وحتصير الحرب الشاملة أمر واقع. الخيار الثاني ضرب حقول النفط. تطمع إسرائيل بضرب حقول النفط الإيرانية لوقف إيراداتها اللي بتمول الجامعات المسلحة بالشرق الأوسط. كمان الإدارة الأمريكية تتحفظ على هالهدف. قطع امدادات النفط الإيراني حيخلي أسعار النفط والتضخم يحلقوا. الإدارة الديمقراطية عندها انتخابات جاية، ما بدها تشوف هيك شيء. الخيار الثالث ضرب منشآت عسكرية. هيدا الخيار الأكثر واقعية وبتأيده الإدارة الأمريكية. ضرب منشآت عسكرية مثل الدفاعات الجوية ما بيدفع إيران لحرب شاملة، خصوصا إذا قدرت إسرائيل تحيد الدفاعات الجوية. أما حلم نتنياهو بضرب البرنامج النووي فحيضل معلق على أمل يربح ترامب الانتخابات.